السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبيبي معادنا معاد من دروس التكنولوجيا، وهنتكلم عن متصفح مايكروسوفت ايدج. ومايكروسوفت ايدج ده يا حبيبي هو متصفح ويب، يعني متصفح انترنت يرافق مايكروسوفت ويندوز، ومن مهامه أنه يساعدك على تصفح الإنترنت والبحث ومشاهدة مقاطع الفيديو وغيرها، زيه زي أي متصفح، ولكن ده سهل الاستخدام وواضح ومميزاته كتير. بس قبل ما نكمل درسنا النهاردة حبيبي، بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان تصلكم الدروس الجديدة أولا بأول. نيجي حبيبي نخش على العنوان الأولاني، تنظيم خاصية المجموعات في مايكروسوفت أو في متصفح مايكروسوفت إيدج، والبحث في مكان واحد على أجهزة مختلفة. قال لك يمكن بدء مجموعة لكل مشروع جديد، ويمكن أن تضيف داخل كل مجموعة صفحات ويب ومقاطع فيديو منفردة، صور بما فيها من مخططات ورسوم بيانية ونصوص وروابط وملاحظات بشكل منفصل. هو يقصد هنا التكست والإكسل يا حبايبي. يمكنك تصدير كل مجموعة إلى تطبيقات أخرى مثل وورد وإكسل زي ما قلنا. نيجي الفقرة اللي بعد كده، طريقة إنشاء المجموعات داخل متصفح إيدج. واحد، تنزيل متصفح إيدج من الموقع الرسمي. ومن الموقع الرسمي ليه؟ أضمن من أي موقع خارجي، علشان الفيروسات والبرامج الخبيثة اللي بتكون في المواقع اللي مش معروفة. اثنين، الضغط على مجموعات كوليكشن اللي هي موجودة على شريط الأدوات في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح، بتبقى في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح على إيدك اليمين من أعلى المتصفح، إذا كان المتصفح باللغة الإنجليزية. يعني لو كان المتصفح إنجليزي هتلاقي الزاوية اليمنى العليا من المتصفح هي اللي فيها مجموعات كوليكشن، وستجد شريط الأدوات في الزاوية اليسرى العليا إذا كان المتصفح باللغة العربية. لا يعني لو كان المتصفح باللغة العربية هنشوفه في الزاوية اليسرى على شمالك من أعلى. ثلاثة، اختر بدء مجموعة جديدة. يعني لو المتصفح بالعربي أكتب له اختر بدء مجموعة جديدة، وبالإنجليزي أكتب له start a new collection. أربعة، اكتب عنوان المجموعة داخل الآثار. أضف محتوى إلى مجموعتك عن طريق اختيار إضافة الصفحة الحالية، بالإنجليزي add the current bag. يمكن سحب صورة أو نصوص إلى داخل المجموعة. أكيد عملت مجموعة جديدة، هكتب لها أسحب لها صورة أو نصوص كلام يعني تكست إلى داخل المجموعة. هنا حبيبي المساعدة في الكتابة محرر مايكروسوفت أو في محرر مايكروسوفت. وهنيجي هنا نعرفك مايكروسوفت إيدج، هيقول لك هو برنامج وورد أو المتصفح يستخدم لمراجعة الأخطاء النحوية. يبقى أداة برنامج وورد أو المتصفح بتستخدم لمراجعة الأخطاء النحوية. والأخطاء النحوية دي يا حبيبي اللي هي ترتيب الجمل والأفعال وزمنها، بيرتبها هو ترتيب كويس عشان لما تقرأ أي موضوع تقراه وتاخد منه جمل مفيدة توصلك للي انت عايز توصل ليه. يبقى لمراجعة الأخطاء النحوية والإنشائية والمحسنات يستخدم محرر مايكروسوفت للتحقق من اللي جاي بقى. واحد، يبقى بستخدم محرر مايكروسوفت عشان اتحقق من ايه؟ واحد، القواعد النحوية والإملائية. يبقى انا بتحقق ان كان الجملة مكتوبة
بطريقة وبصيغة صحيحة يبقى هو بيخش وظيفة الأداة دي بتتحقق من القواعد النحوية والإملائية. والأخطاء دي يا حبايبي بيكون أخطاء الكلمات والجمل المتقطعة، أخطاء الحروف الكبيرة في اللغة الإنجليزية اللي هي بنسميها الحروف الكابتل، علامات التنصيص المفقودة أو غير الصحيحة. إيه هي علامات التنصيص دي يا حبايبي؟ قال لك بتقدم اقتراح لتصحيح كل خطأ يمكن أن تقبله أو ترفضه. ثلاثة، يوفر محسنات مكملات الترقيم والمصطلحات وإعادة اختياره للتوضيح والأسلوب الرسمي. يمكن اختيار أيقونة المحرر اللي هي إديتور من شريط الأدوات في برنامج وورد أو من المتصفح. يمكنك الحصول على امتداد المحور عبر الإنترنت لتتمكن من استخدام هذه الأداة عند البحث أو كتابة وسائل بريد إلكتروني. الفكرة اللي بعد كده، إذا قمت بإنشاء ملف وورد واكتشفت أن هذا الملف يحتوي على كثير من الأخطاء الإملائية، أي من أداتي الأداتين دولاً مايكروسوفت 350 ستساعدك على تصحيح هذه الأخطاء. يبقى هتستعين بأداة إيه عشان تصلح بيها الأخطاء؟ والأداة يا حبيبي إحنا لسه قايلينها دلوقتي. يبقى السؤال مرة تانية، إذا قمت بإنشاء ملف وورد واكتشفت أن هذا الملف يحتوي على كثير من الأخطاء الإملائية، أي من أداتي؟ يبقى مايكروسوفت لها أداتين، أداة بعنوان مايكروسوفت 365 ستساعدك على تصحيح هذه الأخطاء. نيجي حبيبي لفقرة الأسئلة، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. واحد، يمكن إضافة مقاطع فيديو وصور داخل كل مجموعة من مايكروسوفت إيدج. كلام ده إيه يا حبايبي، صح ولا خطأ؟ صح طبعا، يمكن إضافة مقاطع فيديو وصور داخل كل مجموعة من مجموعات مايكروسوفت إيدج، يبقى الكلام ده صحيح. اتنين، يمكن استخدام مايكروسوفت للتحقق من أخطاء الحروف الكبيرة في اللغة الإنجليزية، كلام ده صح ولا غير صحيح؟ صح يا حبايبي. تلاتة، لا يمكن أن تضع عنوان لمجموعة أو للمجموعة داخل متصفح إيدج. إزاي؟ لا يمكن أن تضع عنوان للمجموعة داخل متصفح إيدج، كلام ده صحيح؟ لا، خطأ يا حبايبي. أربعة، مايكروسوفت إيدج متصفح ويب لا يمكنك متصفح مايكروسوفت إيدج متصفح لا يمكنك تنزيله، كلام ده صحيح ولا لا يا حبايبي؟ كلام ده طبعا خطأ يا حبايبي. خمسة، بعد تحقق محرر مايكروسوفت من الأخطاء يقوم بتصليحها مباشرة، كلام ده صحيح ولا خطأ؟ صح يا حبايبي. ستة، يوفر محرر مايكروسوفت محسنات علامات الترقيم والمصطلحات، كلام ده صحيح ولا خطأ يا حبايبي؟ صح طبعا، يبقى يوفر محرر مايكروسوفت محسنات علامات الترقيم والمصطلحات، صح أكيد. نيجي الفكرة اللي بعد كده، اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية. يستخدم داخل برنامج وورد لمراجعة الأخطاء النحوية والإملائية هو الرسام ب محرر مايكروسوفت ج مايكروسوفت إيدج د ويندوز. يبقى هنختار إيه يا حبايبي؟ محرر مايكروسوفت، لأن حد لو بصيت لكلمة محرر هي معناها مصحح، يبقى بيستخدم داخل برنامج وورد لمراجعة الأخطاء النحوية والإملائية هو
محرر مايكروسوفت. 2. متصفح ويب يرافق مايكروسوفت ويندوز هو جوجل، متصفح جوجل ولا زوم ولا مايكروسوفت ايدج ولا سكايب، يعني حاجة بالعقل. ايه اللي هيرافق متصفح مايكروسوفت؟ هنقول يا حبايبي مايكروسوفت ايدج. 3. باستخدام محرك او محرر مايكروسوفت في برنامج وورد 365 يتم اختياره من والف شريط الادوات، ب شريط القوائم، ج المتجر الالكتروني، د الاعدادات. شريط الادوات. 5. يمكنك رفع صفحات الويب عن طريق برنامج، ألف معالج الكلمات ولا مايكروسوفت إيدج، جيم العروض التقديمية، الجداول الحسابية. نختار إيه يا حبايبي؟ مايكروسوفت إيدج يا حبايبي. نيجي للفقرة اللي بعد كده، أكمل الجمل الآتية مما بين القوسين. عندي ويندوز، إيدج، المحرر، المجموعات، وورد. وقال لك يمكنك إضافة صورة أو سحب النصوص والروابط إلى داخل إيدج أو المحرر أو المجموعات أو وورد. يمكنك إضافة صورة أو سحب النصوص والروابط إلى المجموعات. 2. يمكنك الحصول على امتداد ايه عبر الانترنت. يبقى يمكنك الحصول على امتداد وورد عبر الانترنت لاستخدامها في كتابة بحث او ارسال بريد الكتروني. 3. يمكنك تصدير كل مجموعة الى تطبيقات اخرى مثل ايدج. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. وقبل ما استودعكم الله يعني ادعوكم للمشاركة وعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.